وكيف كان تعلقها بأبيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين حين وداع يقال أنه افتقد سكين. كل الأطفال أقبلوا لوداعه، كل النساء أقبلوا لوداعه إلا سكينة. جاءوا إليه هنا وهناك، هذه تشم تلك تضمه، وإذا به يصيح أخي زينب. كلهن أقبلوا لوداعي إلا ابنتي سكينة. سكينة ما إجت. فقالوا له إن سكينة بينها وبين نفسها تبكي في المخيم، تستحي أن تودع أباها أمام النساء والأطفال، لهذا أقبل إليها وكأني بسكينة قد لزمت حمد الفسطاط، وضعت رأسها بين ركبتيها باكية، كسرت خاطري سكينة. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إلى الحمار. هذه كيف خلف سكينة؟ وكيف تشعر سكينة بأبيها؟ يقول المؤرخون لما أن سقط الحسين وكانت هي إلى جنب عمتها زينب، سقط الحسين أكمل الفرس، ماذا صنع؟ يريد أن ينحم الحسين، الحسين جثة بأبي وأمي مدرج على موضع كربلاء، أخذ يلبخ ناصيته على نبلب الحسين، وانتقل مسرعا إلى المخيم ليخبر زينب وسكينة. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه الدرستاني هو الذي وقف في وجه المخيم أو في وجه المهم، في وجه ذلك الفرس. ليش؟ لما يقول الإمام الباقر مضى محمحل ويصهل أو لليمة وليمة من أمة قتلت لبنت نبيها. الدرستاني يقف في وجه ذلك المهم، أيها المهر توقف لا تحم حول الخلاف، واترك الإحوال كي لا يسمع الآل الكرام كيف تستقبلهم تعترف في فضل اللجاء، وهم ينتظرون الآن إقبال الحسن. زينب لما أن سمع صهيل الفرس، قومي يا سكن المهر مهر يا مهرك سار فصل للخبر زار.